بالعودة إلى السودان وهدنة 7 أيام التي تأتي برعاية أمريكية سعودية، ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا وائل محمد الحسن. وائل، أهلا بك. إذا هدنة إنسانية جديدة لمدة 7 أيام، يقول الجيش السوداني أنها لا تتعلق بالشأن السياسي ولا بالقضايا السياسية. الوضع الميداني حاليا هل يشير إلى أن هناك هدنة إنسانية؟ نعم سونيا، الوضع الميداني هنا لا يشير لأي هدنة الآن في هذه اللحظات، وبالقرب منا هنالك طائرة تتبع للجيش تقوم بغارة الباكر، سوى بعض طائرات الاستطلاع التي كانت تحوم في سماء هذه المنطقة. أيضا الاشتباكات كانت متقطعة في عدد من محاور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. سونيا، من هنا نحن نشاهد أعمدة الدخان المتصاعدة من مدينة أم درمان. أيضا هنالك قصف جرى على محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري، وأيضا هنالك أعمدة دخان من ناحية الخرطوم بحري في هذه اللحظات، ما يعني أن هنالك أيضا مواقع قوات الدعم السريع من قبل الطائرات الحربية التابعة للجيش. هذا اليوم كان هادئا منذ الصباح، ولكن ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من ساعتين من الآن. سونيا، شكرا جزيلا لك. وائل محمد الحسن، كنت معنا من الخرطوم.